شوية حاجات بالذات عشان احنا مدني وكوميونيكيشن دي هتفيدنا كتير قوي بعد كده. احنا هنتكلم عن السيلف لايف، هنقول لكم بس شوية حاجات بسيطة يعني نتمنى ان انتوا تستفيدوا. هنقول لكم ازاي ساتلايت او فكرة الساتلايت اصلا ابتدت، بعد كده الهيستوري بتاعها وازاي اتطورت شوية بس مش هنخش برضه في الديتيلز قوي. بعد كده هنقول ايه مكونات الساتلايت، يعني حاجات المين كومبوننتس بتاعت الساتلايت، واخر حاجة هنقول لكم الديفرنت تايبس بتاعت الساتلايت وايه اليوز بتاع كل واحد فيهم. اول حاجة ايه الساتلايت ده؟ كلمة ساتلايت اصلا معناها حاجة بتلف حوالين حاجة، ففي منهم بقى نوعين، ممكن يكونوا ناتشرال ساتلايت زي مثلا الارض دي اسمها ساتلايت لان هي بتلف حوالين الشمس، وفي ارتفيشال ساتلايت، الارتفيشال دول الانسان هو اللي عملهم عشان يلفوا حوالين الارض لمشن معينة، كل واحد بقى له مشن معين. هنقول لكم الهيستوري بتاع الساتلايت اللي هو ابتدى ازاي اصلا. اول حاجة الايرلي كونسبشنز، كان ايه في دماغ الناس جاب لهم ان هو ممكن يعملوا حاجة زي الساتلايت؟ الاول فلات نيوتن لما التفاحة وقعت على راسه، هو فكر بطريقة كده ان هو كل حاجة مشدودة للارض، ان احنا لو بعتنا حاجة في اي حتة هتفضل كل مشدودة شوية للارض، فعرفنا ان احنا لو طلعنا ساتلايت في سبيس هيفضل برضو مشدود ويقدر يعمل فانكشن معينة وهو من غير ما يهرب بعيد. تمام. اول ساتلايت طلع خالص كان اسمه سبوتنيك 1، كانت روسيا اللي بعتاه. الساتلايت ده كان انجاز فظيع طبعا ساعتها، وكان حاجة الناس ما كانتش مصدقة ان ممكن يطلع، بس هو طلع. كان الهدف بتاعه انه يعرف الدنسيتي بتاع الاتموسفيريك لايرز. بعد كده زي ما احنا عارفين ان دايما بين روسيا وامريكا في صراع على القوه، هي كولد وور هنا مش معناها حرب كحرب باسلحه، بس هي حرب على القوه، حرب ان كل واحد عايز يعمل حاجه احسن من الثاني. فزي ما روسيا بعتت الساتلايت ده، امريكا حاولت ان هي تعمل حاجه تنافس الساتلايت ده. اوكي. وكانت ساعتها حصل حاجه غريبه، ان بعد ما كل الناس مستنيه الساتلايت بتاع امريكا يطلع، كانوا قاعدين قدام التلفزيونات بتاعتها وكل الناس قاعده، وبعد ثانيتين بالظبط الساتلايت ده اتحرك من الارض، الساتلايت انفجر وكانت فضيحه لامريكا طبعا، بس ما حدش لحد دلوقتي عارف ايه السبب، يعني غالبا ان هو ليكج بتاع فيول بتاع تاني بتاع ساتلايت، بس امريكا طبعا ما يعني استسلمتش وطلعت ساتلايت كان اسمه اكسبلورر 1، والساتلايت ده طلع بنجاح. هو زي ما انتم شايفينه هو التليفون فتح لو شايفينه ده. كان الهدف بتاعه ان هو بيديتكت الكوزميك ريز والراديشن اللي حوالين الارض. بعد كده حصل حاجة خلت كل الجرايد تكتب عنها وحصل ضجة كبيرة قوي. طبعا الحاجة دي ان سبوتنيك 2 روسيا بعتها، سبوتنيك 2 ده تاني صاروخ روسيا بتبعته، تاني ساتلايت. طب ليه ضجة كبيرة حصلت مع ان في كذا ساتلايت طلع قبل كده؟ اللي حصل ان الساتلايت ده كان مختلف في حاجة، غير ان هو ليه فانكشن اللي هو بيقيس الراديشن والكوزميك ريز، كان ليه حاجة غريبة، هو ان كان في اول ليفنج اورجانيزم يطلع بره الارض. اول ليفنج اورجانيزم دي كانت كلبة كان اسمها لايكا. لايكا دي كانوا متوقعين لها ان هي تعيش 10 ايام، بس للاسف كان في مشاكل في الهيتنج ونظام التبريد بتاع الساتلايت، فلايكا عاشت يومين او يوم بس هما مش دلوقتي. احنا مع مدينة اتكلمنا عن ايه كومبوننت بتاع الساتلايت. احنا دلوقتي هنتكلم عن الكومبوننتس بتاع الساتلايت، بس مش هنقول كل حاجة موجودة في الساتلايت، هنتكلم عن المين كومبوننتس اللي كل الساتلايت لازم يبقى موجود فيه عشان يفانكشن ويل في سبيس. عندنا البروبلشن سيستم، الديتيل كنترول سيستم، باور سيستم، كوميونيكيشن سيستم، ثيرمال كنترول سيستم، والتي ام سيستم. أول حاجة البروبلشن سيستم، البروبلشن سيستم ده هو المسؤول ان يدي الدفع لغلاف الساتلايت علشان
هو مكون من ايه؟ هو عبارة عن موتورز. الموتورز دي powered by two kinds of fuels, electric fuel and chemical fuel. تاني حاجة attitude control system, ده مسؤول ان يوجه الساتلايت في مكان معين فوق الارض. زي ما احنا فاهمين الساتلايت ده ويتس في سبيس, ممكن الصن او الارض تأثر عليه عشان هو ملوش وزن قوي, فلازم يتحكم ان هو يكون ليه, لازم يتحكم فيه ان هو يبقى ثابت في مكانه. هيتحكم فيه ازاي؟ عن طريقتين. اول طريقه ان هو يلف حوالين نفسه up or down في نفس الوقت اللي فيه, فلازم يكون السكن ثابت. تاني حاجه, تاني طريقه ان احنا نحط فيه مومنتوم ويل. زي ده مومنتوم ويل يعني ديسك بيتحط في الساتلايت, مسؤول ان هو يدور برضه الساتلايت. تالت سيستم عندنا هو الباور سيستم. ده عباره عن سولار بانلز موجوده على الساتلايت. دي مثلا انها تاخد من السولار انرجي تحولها للالكتريستي بحيث انها تشغل كل الالكترونكس الموجوده على الساتلايت. رابع سيستم عندنا هو كوميونيكيشن سيستم. كوميونيكيشن سيستم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انتنس مسؤولة ان هي تبعت وتستقبل راديو سيجنالز من الجراوند ستيشن, بعدين تاخدها تعملها امبليفيكيشن وتبعتها تاني للأرض. خامس حاجة ثيرمال كنترول سيستم. ثيرمال كنترول سيستم مسؤول هو ده جهاز التبريد, المسؤول ان هو يطلع الهيت اوت من الساتلايت, لان الساتلايت ده زي اي جهاز بيسخن, فعشان نتجنب ان هو ما يبوظش ويفضل يعمل الفانكشنز بتاعته بروبرلي لازم يكون الجهاز تمام. اخر حاجه التمبريتشر كمان سيستم. التمبريتشر كمان سيستم عباره عن انتنس كمبيوترز موجوده على الساتلايت. دي عن طريقها نقدر نبعت الساتلايت كوماندز, نقول له مثلا يغير مكانه عشان يعمل فانكشن ثانيه, وفي نفس الوقت نقدر الساتلايت يبعت لنا ميجرمنتس مثلا اللي هو مسؤول عنها, يبعت لنا هو فانكشن موبايل ولا لا, يعني مثلا الاجهزه لسه شغاله في البروبرتي ولا لا. بس بعدين دلوقتي اديكم معلومه اقول لكم عن انواع الساتلايتس. ثالث نوع هو الكوميونيكيشن سيستم. ده الاستراتيجية ده بيتم
عشان توصل بدل ما هي توصل ما تقدرش توصل على الأرض مكان مكان من غير interruption فالكوميونيكيشنز اتغيرت والناس بتعرف ان هو بيستقبل سيجنالز معينة من على الأرض وبيعملها amplification وبعدين بتبعت تاني من الأرض بس الأرض ستيشن بيستقبلها وبيعملها amplification الكوميونيكيشنز اتغيرت طبعا من جزئين اللي هما ground signal space signal ground signal هو عبارة عن reception لكن space signal اللي هو بيبقى عبارة satellite transmission النافيجيشن ساتلايت ده مسؤول ان هو بيبقى موجود في التراك في الشيبس والاير ترينز هو اللي بيحدد المسارات. النافيجيشن ساتلايت ده هي عباره عن مجموعه ساتلايت بتبعت للشيبس او الاجهزه الموجوده على الشيبس وعلى الترينز كوردينيشن معينه. الكوردينيشن دي بتساعد الترين هو والشيب ان هم يعرفوا المسار المفروض يمشوا فيه. النافيجيشن ساتلايت برضه موجوده في حاجات كتير قوي، موجوده في الفونز اللي احنا بنستعملها، موجوده في ان هم بيحددوا فيها الفيبريشن بتاع الانمو، موجوده مع الهايكرز لما بييجوا يطلعوا يتسلقوا جبال بيستخدموا كل الحاجات دي اهوت ان هم يعرفوا طريقهم. عندنا برضه الميليتري ساتلايت. الميليتري ساتلايت ده بيستخدم في الأجهزة الحربية وده في الأول خالص استخدم إن هو يصور أماكن معينة، استخدم التصوير وبقى تطوره وبقى يستخدم في الـ Intelligent Gallery وده تخابر إن هما يجمعوا معلومات. إحنا اتكلمنا عن الساتلايت، اتكلمنا إيه هو الساتلايت، اتكلمنا إيه أساسيات الساتلايت، اتكلمنا اصلا ازاي الفكره ابتدت، واتكلمنا عن اهم اسباب او اهم انواع واهم اهداف الساتلايت. دلوقتي عن شويه نحاول نتكلم معاكم ايه الفيجن للفيوتشر. احنا عارفين ان في مشكله كبيره جدا في الفيوتشر والمشكله دي هتوصل لمرحله مش هنعرف نحلها. السولار سبيس بيز سولار باور ده يعتبر احدى الافكار اللي ممكن تحل لنا المشكله دي. هو عباره عن ساتلايت بيتبعت وبيحول السولار انرجي للباور او الالكتريك باور ويتبعت بعد كده للارض. الطريقه دي ممكن تجنريت بليونز اوف تجنريت انرجي كتيره جدا تقدر تطور سيتي بحل. والفكرة دي هي ابتدت تتطور شوية في السبعينات. هي الساتلايت ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن تو ميرورز بيكب الانرجي اللي جاية من السولار انرجي وبعد كده بيبعتوها للسولار سيلز اللي هو السولار سيلز دي هو بتحول السولار انرجي الالكتريك انرجي بعد كده بتتبعت للارض. في طريقتين فكروا ان هي ممكن تنفع في البعث ان هم تحويل الالكتريك انرجي للبعث، هي المايكروويف والليزر. بس كل واحده فيهم فيها مميزات وديفوهات. المايكروويف عشان نقدر نحول الالكتريك انرجي المايكروويف وتقدر تبعت الارض محتاجة أنتن ليها ممكن عرض 2 كيلومتر وأكبر، يعني ده المينيمم. غير بس الليزر الترانسميتنج أو الريسيفنج ديفايسز بتبقى 10 تايمز سمول. على العكس بقى الليزر هيفقد نص الإنرجي بتاعته في الترانسميشن تبعه. بس المايكروويفز هتخترق الكلاود وممكن تخترقنا احنا وما نحسش بيها اصلا ولا تأثر على أي أجهزة ولا أي حاجة. بس المايكروويف بقى ممكن تأثر على الكوميونيكيشن ميثودز. في كوميونيكيشنز كتير بنستعمل فيها المايكروويف منها حاجات كتيرة دي اللي ممكن تأثر. بس على عكس تاني لو
الليزر مش هيأثر على أي كوميونيكيشن نتوركس. ولغاية دلوقتي إحنا لسه الساينتست مش عارفين يقدروا يعني بتبقى أحسن طريقة ولا إيه اللي هيحصل. ونتمنى إن أنتوا استفدتوا معانا. ميرسي.